شكرا شكرا لطوق الياسمين، وضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين يأتي به رجل. قدمت الفنانة ياسمين عزايز حفلا ساهرا في إطار الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي. ياسمين عزايز اللي تعتبر واحدة من العازفات التونسيات والعالميات، علاش ليه خاطر ياسمين جاتنا من البراء وتجنست، خذت الجنسية التونسية وتحب تحقق ذاتها ونجاحها وشهرتها من تونس. ياسمين في العرض ذي نتمناه أنه كما قالت هي يكون نجح فنيا وموسيقيا وجماهيريا، خاطرها بخيتو تونسية ولازمنا أن نشجعوها، وإن شاء الله هو العرض الأول دونك نستنيو منها برشا خاطر وعدتنا برشا. فنانات الشابات اللي عندها ستيل معين، نمط موسيقي يعني مختلف على اللي مستانسين نشوفوه. هو عرض موسيقي، موسيقى هادئة بعزف على الفيولون، وتعتبر يعني الأولى في تونس. الجمهور حضر بأعداد غفيرة. ياسمين عزايز قدمت فيها الجديد والقديم وعزفت للهادي جويني ورضا القلعي. استمتع الجمهور بمعزوفات ياسمين عزايز في حفلة دامت تقريبا ساعتين. عزفها يعجبني وحبارة مرحب نحب زادة، عندها سبكتاكل جديد وكليب جديد، حابين ندينا نجو نشوفوه ونتفرجوا ونشوفوا باشا حاجة جديدة أنا والعائلة واختي. أول مرة تجي ياسمين عزايز؟ أول مرة نجيها. فنانة ممتازة تعزف على الكمان، موهبة تونسية ما شاء الله عليها، كانت في الخارج فرحانين بها برشا في تونس كي رجعت، وجينا باش نتفرجوا عليها ونشوفوا العرض نتاعها والعزف نتاعها. بيان سور هو ما يخفيش علينا انه عازف باش يكون متميز ان شاء الله العرض نتاعها، هذيك علاش جينا. أول مرة تفرج على ياسمين عزايز؟ لا، حضرت لها في عرض سابق وعجبتني، هذيك علاش رجعت اليوم باش نزيد نتمتع بالعزف نتاعها. هلو كارتاج، وات اوكي واو، ميرسي بوكو دتر فينو. والله وقت اللي قالوا لي فما برشا عباد قلت لا امبوسيبل. ما نصدقش. ميرسي بوكو. قداش من مرة قالوا لي اسكو تو ميريت كارتاج، اسكو العباد باش يجيو، ماكش معروفة كي نانسي أجرم ولا برشا عباد. إي فوسي لا بروف كو جي ترافاي معناتها على الآخر. ميرسي بوكو، والله باش تبكيني أنتوما والله. دونك مانيش باش نحكي برشا، فيسع هكاك خلينا نرجعوا للموسيقى. بخمية مخصو شنو هو؟
عايشك. Okay, juste voilà, morceau Lula, c'était par moi. C'est ma prélude to Carthage, écrit là spécialement pour cette soirée-là. Et Atia Saha, Hofran Milady, qui a joué le solo, c'était mon élève, Tawa Takara Fulihoudi Menuin School, Winkut Ena Waklikun Zrira. Donc Atia Saha. Donc, fils à fils, je veux présenter mes deux invités d'honneur, Jeumen Emerika, spécialement pour ce concert, bien sûr pour découvrir la Tunisie ou voilà, je m'en final. voilà, voici Gany Skando à la flûte. Et monte à la tourne, ça se voit. Wana à la marimba. Vesela Koyanova. Additional Maravit Marimba Fidonis. Ok, donc, Yazini, mon larbi, mon casser un tête. Et maintenant, on va jouer un morceau que j'adore. Ça, c'est le festival de Carthage, qui j'ai bon à faire la raquille, ok? Ok? Ma binti, il y a un peu de temps. الحقيقة أنا أول مرة راني جاي في فيستيفال كارتاج و جيسبيغ تعملنا شو مزيان على الآخر. أنت تعزف كمانجا؟ بديت شوية مازلت كي بديت. بمعزوفات ياسمين عزيز؟ الحقيقة ما سمعتهاش قبل جملة أول مرة باش نجي نشوفها. سمعت الكونسير نتاعها باش يكون عالمي وباش معناها باش تقدم برشا حاجات جديده وبنتي مغرومه معناها بالفيونو حبيتها تزيد تتغرم اكثر وجبناها وجينا. اول مره تجي ياسمين عزيز؟ ياسمين عزيز اي اول مره. كارتاج مش اول مره، ما ياسمين عزيز اول مره. Thank you.
عرضها حلو برشا. حق قرطاج ياسمين عزيز بوركوا با، علاش انا نشوفوا توا توانسه فما برشا بينوا اللي هما قد قرطاج يستاهلوا باش يكونوا في قرطاج. شفنا كيف لا مش رغب عنا ما صوفيا صادق مقدد السيلي يستاهلوا باش يكونوا في قرطاج. الجمهور خرج فرحان وقال اليوم ياسمين عزيز تستحق مهرجان قرطاج بالحق. شوي تخي 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 كونتنت والله انا نحس روحي فرحانه على الاخر. عملت حاجه اللي عمري ما عملتها هكا ريت معناتها انا عمري ما شتحت سورسين في حياتي ما نعرفش كان نشتح بلكتي ولا حاولت نعمل الماكسيموم. انا حبيت نعمل توت ان شو ان شو كل واحد نجم يفرج ويحس روحه مش كان كونسير فريمون فما كل شيء. وغنيت هادي جويني عزفت لهادي جويني اي عزفت هادي جويني. انا عملت كيما قلت سور سين قلت عملت دو بارتي حبيت خاطر بيان سور نعرف في البوبليك نتاعي عندي دو جونغ دو بيرسون. عندي العباد اللي يحبوها على الاخر الموزيكا قديمه كو جي رو ارانجي بدلتها برشا من الالبوم نتاع عم ناول ونعرف فما برشا دي جون qui sont très inspirés voir les chauffons et le violon électrique ou quoi que ce soit ils disent ah cool ah que le violon mais hech snob ou femme ou classe c'est aussi cool. Donc à quoi donc عملت l'album m'ta fusion m'ta amnewel ou m'ta fabulous m'ta snake qui est un peu plus moderne à l'international li bien sûr باش ندور بها في العالم عندي دي كونسيرت او البرا وكل مراجيب نلقاو كيسمع انا باش نعزف dans بعد 3 ايام باش نمشي لوتريش ومن بعد باش نمشي كوريا دو سود. Thank you.